هاي عدا عن كل الخطورة يلي بيسببها التلوث على الصعيد البيئي والصحي، إله كمان تأثير على الصعيد النفسي. دراسات أجريت مؤخراً تناولت العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بالمشاكل النفسية مثل القلق، وتم استفتاء 71 ألف امرأة بتتراوح أعمارهم بين 57 وال85 سنة، تعرضوا 5 مرات خلال حياتهم لجزيئات صغيرة من النيترات والكبريت والمعادن الموجودة بالهواء الملوث على مدى 15 سنة، فتبين أنه عندهم مستويات أعلى من القلق مقارنة بغيرهم. دراسة أجريت بلندن كمان على مجموعة من الأطفال أكدت أنه الأطفال الموجودين بالمناطق الأكثر تلوثاً معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالاكتئاب. مين قال أنه آخر الدراسات أكدت أنه حتى النظر لمكب مليان زبالة ممكن يسبب مشاكل نفسية من بين الغضب، الحزن والإجهاد؟ أنا قال بشوفكم بكرة.